تنتقل العنصرية من جيل إلى جيل. كيف يمكن للوالدين كسر هذا النمط؟ وكيف يمكنك تعليم أطفالك حول العرق والعنصرية؟ هنا بعض النصائح العملية. أولاً، ناقش حول هذا. يمكنك استخدام أمثلة من الحياة اليومية والأخبار. يا أمي، هذا الولد بشرته بنية. هذا صحيح، كل شخص لديه شيء في بشرته يسمى الميلانين، مما يجعل لون بشرتنا مختلفاً، لكن تحت البشرة كلنا نفس الشيء. أليس من الرائع أن تكون في العالم أنواع مختلفة من الناس؟ يميل الناس إلى إخفاء الأخبار المعنية عن الأطفال، لكن من الأفضل معالجة الأمور مباشرة. وقوع مثل هذه الأشياء يجعلنا حزينين وغاضبين. للأسف اتخذت بعض الشرطة خيارات سيئة بسبب لون بشرة الآخرين. للأطفال في المدرسة الابتدائية التأكيد على أهمية العدالة، إنها فكرة يمكنهم فهمها. بعض الناس لا يعجبهم الآخرون فقط بسبب لون بشرتهم، هذا ليس عادلا لأننا متشابهون تحت البشرة. مع تقدم عمر الأطفال يمكن إضافة التفاصيل. لأن بعض الناس ليسوا عادلين، لقد حصل السود على فرص أقل من الآخرين، لديهم أموال أقل لشراء الطعام والعناية باحتياجاتهم. من المرجح أن يصاب السود بالمرض لأنهم ليسوا قادرين على دفع تكاليف العلاج، ومعدل إنفاذ القانون العنيف من قبل الشرطة ضدهم أعلى من غيرهم. عندما يربط الأطفال العرق بالحكم التقديري، لا تغضب ولا تسكتهم. بدلا من ذلك استكشف مصدر هذه الأفكار. أحب فقط الأميرات مثل الرذيل، ولا أحب شعر موانا الأسمر وبشرتها. هذا مثير للاهتمام، لماذا تعتقدين ذلك؟ يمكنك أن تظهر لأطفالك كم تؤذي العنصرية الناس. لا يمكنك أن تكون سبايدرمان، أنت أسود. إذا قال ذلك الفتى إنه لا يمكنك أن تكون سبايدرمان بسبب لون شعرك الأشقر، كيف تشعر؟ أرشد الأطفال لمشاهدة أعمال فنية. أظهر لهم أبطالاً من الثقافات المختلفة في الأفلام. ملالا يوسفزاي تناضل لتعليم الفتيات في باكستان. نيلسون مانديلا المناهض للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والمحارب الأمريكي كريزي هورس، ونجم الكونفو الصينية بروسلي. هذه القائمة طويلة. لسوء الحظ تتمحور معظم كتب الأطفال وعروضهم حول الشخصيات البيضاء إذا بدلت جهداً للبحث عنها. كن مثالاً يحتذى به وأدخل تنوع في حياتك. كن اجتماعياً مع ثقافات متنوعة. أهلاً. مرحباً. تذكر بأن تكون غير عنصري يساعد فقط في إبقاء الوضع كما هو الآن، ولكن أن تكون مناهضاً للعنصرية يمكن أن يساعد في خلق مستقبل أفضل لأطفالنا.